أهلا بحضراتكم مشاهدينا وموجز لأبرز الأخبار الرياضية، واللي هنبتديها مع حضراتكم بإشادة عالمية لأحد نجوم كرة القدم المصرية وفيفا بيتغنى بشيكابالا حينما أظهر قدراته الخارقة أمام أرجنتين ميسي. تغنى الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم التابع للفيفا بمهارات النجم المصري محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك، ونشر حساب البطولة فيديو عبر تويتر لشيكابالا خلال مشاركته مع منتخب الشباب أمام الأرجنتين، وعلق: حينما أظهر شيكابالا قدراته الخارقة أمام الأرجنتين ميسي، واحد من أمهر اللاعبين في المنطقة العربية. ونروح مع حضراتكم لأخبار نادي الزمالك، وفيريرا بيدرس إعادة يوسف أسامة لقيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد السكندري. يركز فيريرا المدير الفني للزمالك خلال التدريبات الأخيرة للفريق على يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق، وذلك من أجل عودته لتشكيلة الفريق الأساسية أمام الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز في المباراة المقرر إقامتها غدا بإستاد برج العرب. وبيأتي ذلك بعدما فشل البنيني سامسون في إثبات نفسه في اللقاء الأخير أمام الداخلية، بإضافة إلى هبوط مستوى التونسي سيف الدين الجزيري منذ عودته من كأس العالم الأخيرة بقطر. وكان يوسف أسامة نبيه غاب عن صفوف الزمالك في لقاء الداخلية الأخير بالدوري، وده كان بسبب تورم وجهه، وهو ما أدى لحدوث هزة هجومية للفريق، لا سيما ان المهاجم الشاب يمر بفتره من التوهج والتألق خلال الفتره الاخيره. وفريق نادي الزمالك بيستعد لمواجهه نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابع مساء غدا الاربعاء باستاد برج العرب، وهتكون هذه المباراه ضمن منافسات الجوله 13 لمسابقه الدوري الممتاز. أما من أخبار النادي الأهلي، الأهلي بيفاضل بين 5 مهاجمين أجانب لاختيار صفقة فوق السن. بيفاضل مسؤول النادي الأهلي بالتنسيق مع كولر بين عدة مهاجمين، حيث اقترب المدرب السويسري من اختيار مهاجم من أصل 5 أجانب تلقى تقريرا عنه خلال الفترة الأخيرة، وبيرغب النادي الأهلي في تدعيم الهجوم بصفقة قوية في كأس العالم للأندية. وحدد مسؤول النادي الأهلي يوم 28 يناير الجاري موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير المقبل. والحقيقة أن النادي الأهلي تلقى تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأن نادي أوكلاند سيتي سيشارك بالتأكيد في مونديال الأندية المقرر إقامته في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل. ومن المقرر أن تشهد قائمة الأهلي في مونديال الأندية الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهما التونسي محمد الضاوي كريستو القادم من النجم الساحلي لمدة 4.5 مواسم، وخالد عبد الفتاح المنضم من سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بجانب مروان عطية الذي يتبقى على إعلان انتقاله ساعات قليلة، بجانب الصفقة الأجنبية في خط الهجوم الذي يعمل الأهلي على الانتهاء منها خلال الفترة الحالية، وده بعد صرف النظر عن الغاني عزيز يعقوبو لاعب البرتغالي بسبب أزمات في الركبة كشفها الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب مؤخرا بالقاهرة، وده كان تحت إشراف الطبيب الأهلي. واخيرا مع حضراتكم، مصلحي بيؤكد ان مروان عطيه في الاهلي مقابل عمار حمدي ومحمد محمود في الاتحاد السكندري. اعلن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري انتقال مروان عطيه لاعب وسط الفريق لصفوف الاهلي بشكل رسمي، وقال مصلحي عبر تصريحات إذاعية إن صفقة مروان عطية تمت بالفعل، ومروان عطية انتقل الى صفوف النادي الاهلي رسميا، والاتحاد حصل على عمار حمدي ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ضمن هذه الصفقة. وتابع حقيقة محمد مصلحي عبر هذه التصريحات إنه غير صحيح إن عمار حمدي ومحمد محمود كان يرفضان الانضمام للاتحاد السكندري، وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط،
وواصل ان عمار حمدي افضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندري وبتربطه علاقة مميزة بالجمهور. ومحمد محمود رحب ايضا باللعب لصفوف نادي الاتحاد السكندري. دي كانت ابرز اخبارنا من نشرتنا الرياضيه من داخل طال التحرير اليوم السابع. انتظرونا ومزيد من تغطيات رياضيه اخرى، وشكرا لحضراتكم.